السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. نعم يا أعز المشاهدين، هذا محبكم وحبيبكم عمر أبو للا حفصة وللا زينب النحيلي يحييكم، فمرحبا وسهلا بكم خوتي وحبابي. كما حاك في صدري حتى يعني نحكي لكم ما وقع لي هذه الأيامات، كنا في واحد اللقاء مع بعض الأحباب، مع بعض الإخوة الذين نحبهم في الله. كان معنا خي حسان، كانوا الأصدقاء ديالنا معنا، كنا في واحد الضيافة ديال شي ناس كرماء، ناس فضلاء، ولا نزكي على الله أحدا. ما عليناش أخوتي، فباختصار الكلام وبلا ما نطول عليكم، سبحان الله العظيم وقعت لي يعني أنا وقعت في واحد نقولوا زلة. نعم، حيت ربي العالمين كما جاء في محكم كتابه أنه قال إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، هذا القرآن الكريم. والمؤمن ما كيض يعني لا يظن إلا خيرا. نعم، هذه من صفات المؤمنين، والله يسمح لنا. يعني سبحان الله العظيم بما وقعت لي هذه الواقعة حبيت يعني شاركها مع الأصدقاء ديالي ومع أخوتنا المسلمين حتى هما ما يوقعوش يعني في نفس الغلط. فأولا وخير ما يبدأ به الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وهو أحكم الحاكمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال جل اسمه، نعود هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الحديث متفق عليه، رواه الشيخان. نعم أخوتي وحبابي، فنحكي لكم أولا بعد ما وقع لي. كنا في واحد اللقاء مع الحباب، وسبحان الله العظيم معنا واحد الأخ ديالنا، واحد رجل طيب، رجل مبارك لا نعلم عليه إلا خيرا. نعم، فسبحان الله العظيم أنا شيرت عليه وفصلت فيه. حنا كنا كنشربوا اتاي، شي ناس رحبوا بينا وضيفونا وكرمونا. نعم، ملي دخلونا للدار ديالهم وكرمونا مساكن تهلاو فينا، حنا جالسين في واحد المحل، في واحد البيت، وهذا البيت في الباديه، وهذاك البيت سبحان الله مبني بهذاك البناء ديال الباديه، سبحان الله العظيم، شي راحه وشي سكينه في هذاك البيت. وهذاك البيت يعني مولاه يعني فقي كيقرا القران، سبحان الله داك البيت منور، حيت سبحان الله العظيم راه النبي قالها، الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر ربه، راك بحال الحي والميت. اذا نعم، هذاك البيت اللي كيكون كتقرا الذي يقرا فيه القران اناء الليل واطراف النهار، لا شك في ذلك، ما يكون يعني ما يكونش خالي من الملائكه. هذا البيت كيتسمى بيت رباني. نشوفوا البيوت ديال المسلمين اليوم، نعوذ بالله الا من رحم ربي. نعم يا اعز المشاهد الحبيب،
حنا جالسين في ذاك البيت المبارك وسبحان الله شي راحه حسينا بها لا اله الا الله ما عليناش. واحد من الحضور ديالنا حنا كنشربوا اتاي، لقمنا اتاي تما وكنشربوا اتاي، واحد الحبيب ديالنا مسكين كيشرب اتاي وكيشرب اتاي بالشمال، وانا كنطقطق من الداخل كيشرب اتاي بالشمال. قلت يا شو على المشكله هذه؟ يعني راه دابا انا فهمتي ولا دابا انا اقول دابا شي حاجه؟ ما قلت والو، يعني خليتها في نفسي. ولكن حتى العلماء، يعني العلماء انا بعض منهم قال لك يعني الانسان الا حس في نفسه شي حاجه من الاخ ديالو وما صرحش بها وما نشرهاش، قال لك يعني هذا ما لا يؤخذ بهذا. ولكن قال لك بعض العلماء قالوا الله يجزيهم بخير، قال لك هذاك الشيء الذي حكى في صدرك حتى هو كتجازى به، ونسال الله عز وجل ان لا يواخذنا. نعم اخوتي، فهذاك السيد سبحان الله العظيم كيشرب اتاي بالشمال كيشرب اتاي بالشمال. قلت يا السيد تبارك الله الكلام ديالو كي داير كلام كبير ثقيل، كيتكلم شي كلام. ايوا السيد دابا كيشرب بالشمال، يعني ما كانش عليه يشرب بالشمال، حيت المسلم كيشرب باليمن، حيت خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشربوا باليمن، كما تعلمون بان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للغلام رسول الله يوم الايام ياكل معه الغلام، والنبي يفصل فيه يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اذا المسلم خصو ياكل باليمن، والمسلم خصو يذكر وليداته ياكلوا باليمن، وماشي باقا صغارين. شو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من الطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عند وقت الحاجة. أبين لوليداتك صاحبي، أنت كتشوف السفينة كتغرق وخليهم باقين صغارين. لا، شوف سبحان الله هذا الصحابي هو باقي غلام، بن سلمة رضي الله عنه هو باقي صغير، واليد ديالو كطيش في الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شو المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما خلاش هذا الغلام، يعني ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليه راه باقي صغير. وسبحان الله العظيم اكثر الاحاديث يعني بينهم هؤلاء الغلمان، بحال هذاك الحديث ديال ابن عباس رضي الله عنهما باش النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، كلام ثقيل النبي يعلمه له، ها كلام كبير بزاف. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف كيفاش تحفظ الله؟ لا بغيت تحفظ الله هي احفظ الأوامر ديالو إلى غير ذلك. حنا ماشي الموضوع ديالنا هذا، هنرجع فين كنت. يعني يا أخي المسلم عندك وليداتك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بنتك باقا صغيره قول لها بنتي، ولا بنتي والله رضى عليك بنتي بين لها، وماشي راه باقي صغير وراه باقا صغيره. وسبحان الله العظيم التعلم في الصغار كالنقش على الحجر. هذاك الطفل اللي كينشا في هذيك النشاه وانت كتبين له كتوضح له، الله اكبر، ما يكبر ما يتصعب ما تحرفلكش معاه. ما عليناش يا اعز الاصدقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باش ناكلوا باليمن وناكلوا بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعه ديالو كان حياته كلها تيمن، ياكل باليمن، ها يدخل الدار ديالو يدخل باليمن، نعم يلبس ملي بغي يلبس الثياب ديالو يلبس باليمن، ملي بغيو نحيدو الشمال، نعم. وهنا كاينه عقاب، يعني كاينه واحد الخطوره، حيت النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي كتاكل بالشمال، حيت كاين كثير الناس كياكلوا بالشمال. قال لك ومال هذه ما خلقهاش الله، رد بالك اتق الله صاحبي، قال ما خلقهاش الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الايام ياكل معه رجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل بيمينك، قال له يعني هو قال له لا استطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا استطعت، زعما النبي قال له ليه لا ترفع على فمك، فشلت يده. هذه المخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح هذا ماشي كان حاجي واخا ديالي. نعم اخوتي، فانا
يعني بالعرف ديالي يعني بالعواقب الوخيمه، الانسان اللي كياكل باليمين واللي كيشرب يعني الانسان اللي كيشرب باليمين واللي كياكل كيشرب بالشمال وياكل بالشمال، يعني هذا راه عنده اللي هو راه عنده المشكل. راه عندك المشكل اخي ديالي، قسما بالله يوم من الايام كنت حاضر في واحد المسجد ما شاء الله، واحد الفقيه يوعظ الناس خطبه الجمعه، خطيب ما شاء الله عليه، وسبحان الله العظيم ملي سال الخطبه جلسنا مع بعضياتنا وتغدينا مع بعضياتنا، وخطيب الجمعه ياكل بالشمال. اعوذ بالله من هذا، هذه يا خاي ديالي مخالفه، كتخالف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. رد بالك، رب العالمين قال في محكم كتابه فليحذر الذين يخالفون عن امره. رد بالك، راه تجيك الضربه، ها شوف فوقاش هتجيك. ما عليناش، انا جا في النفس ديالي بان هذاك السيد كيشرب بالشمال، بقيت صابر، خليتها في قلبي وبقيت صابر، بقيت ساكت. وسبحان الله عاوتاني ملي جينا نتغداو السيد كياكل بالشمال، وقلت له واش الشريف وانا راه روينتيني يا صاحبي الشك، ومن الشك كتشرب اتاي بالشمال، قلنا الدنيا هانيه. ودابا هيدا في المجمع، والله الا في المجمع تكلمت هيدا. قال مسكين هو بين اللي قال لي انا مريض، قلت له انا رانا رانا روينتيني. حكيت له قلت له يعني انت كتاكل بالشمال وكتشرب بالشمال وانا تروينت. ولهذا يا احبابي نحسنوا بالناس خيرا، هذا ما كان. وسبحان الله العظيم كما يحكي احد العلماء جزاه الله عنا خير، هذا واحد من العلماء قال لك بانه شي يوم من الايام كان في شي فرح ولا في شي وليمه، ملي دخل هذيك الوليمه لقى الناس جالسين، بقى يصافح الناس، صافح هذا صافح هذا صافح هذا، ملي وصل لواحد الواحد ما سلمش عليه، ما صافحوش، ما عطاهش يدو. داك الشيخ دينا تقلق، بقى فيه الحال، قال شوف هذا يعني جاتو في نفسه شي حاجه، قال شوف هذا ما سلمش عليا. صافي كمل السلام وجلس، ملي جلس وبقى بالو مع داك خيي اللي ما سلمش عليه. الله يرضى عليك، بقى كيتغدد هذا علاش ما سلمش عليا، هذا علاش ما سلمش عليا. وسبحان الله العظيم، فإذا صحاب الوليمه يعني كيقدموا الشاي والحلوى، فإذا مول داك الصينيه كيدور داك الشاي، سبحان الله كل واحد كيهز الكاس ديالو، كل واحد كيهز الكاس ديالو، هو كي يعني كيشاهد هذا المنظر هذا. فملي وصلت النوبه لهذاك خونا في الله هزوا له كاس، واحد من هذاك الجلوس اللي حداه هز له كاس وحطوا حداه وكيشربوا اتاي، كيشربوا. هذا هو عرف بانه ليس له يدان، عنده اليدين ديالو مقطوعين من هنا من هنا، ما عندوش اليدين. ولهذا يا اخي الحبيب دائما حسن الظن بالناس، اللي تقول شي كلام خليه عندك حتى تتيقن. ربي العالمين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خص البينه، مشى مشدوا نقاو مشيو لعباد الله. ربي العالمين قال في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربي قال في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. وهذا ما كان أخوتي، وهذا كان معكم حبيبكم ومحبكم عمر أبو لالة حفصة النحيلي كيحييكم، تبارك الله عليكم وخير الكلام ما قل ودال، حتى ما نطولوش عليكم. فسبحان الله العظيم، هذا حديث زوين كيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل في علاه، دابا ربي هنا يتدخل. واحد قال واحد قال له والله ربي لا غفر لهذاك خيي، هذاك السيد ربي ما يغفرلوش. ربي العالمين تكلم، ربي قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان
إني قد غفرت له وحبطت عملك. نعم يا حبيبي، ردوا بالنا وسبحان الله العظيم، واحد الحديث زوين. صفية، صفية بنت حيي، هذه الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان معتكف، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فصفية بنت حيي يعني أتته لتزوره بالليل. فهاد الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية جات تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد. فصفية جات تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فملي زارته النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملي بغات تمشي بحالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما نقولوا بغى يوصلها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خارج معها، فإذا بهما رجلان من الأنصار. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع هذوك الجوجه يعني بداو كيزربوا، شافوا النبي قالوا ها هو حصل. فهمتي حنا ما نقولوش بهذه الطريقه يعني لا، فهمتي يعني حتى المشاهد باش يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم اخوتي كان معتكف في المسجد، وجات عنده الزوجه ديالو صفيه رضي الله عنها، جات تزورو. ملي بغات ترجع بحال البيت ديالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغى يوصلها، فواحد جوج من واحد جوج درجال من الانصار يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. ملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بداو كيزربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم معاهم، قال لهم على رسلكما، ها بشويه عليكم، هذه راها صفيه بنت حيي. فقال يعني الرجلان قالوا سبحان الله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاود لهم، قال لهم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكم شرا او قال صلى الله عليه وسلم شيئا. شو المعلم الاسوه الحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردوا بالكم، الانسان خصو يرد باله. عندك اخاي ديالي، انا اعوذ بالله، عندك رد البال. بقاوش اللي سمعناه نسيقوها، اللي شفنا تتاكد من صحه الخبر. بقاوش هنشيو للناس، بقاوش نسيو في الناس، لا، اياكم والظن. النبي يقول لي بين لنا في الحديث، يقول لنا اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. واخوتي هذا مكان كنحييكم دائما وابدا بهالتحيه ديال اهل الجنه، الله يجعلنا واياكم والمسلمين من سكانها الخالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.